بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تحية لجميع الأخوات والإخوان الإعلاميين للباو الدعوة. نشكر جميع أعضاء المكتب السياسي وأعضاء المجلس الوطني الحاضرين معنا، وأيضا أشكر كل البرلمانيين وكل أعضاء المكتب السياسي المساندين لترشيحي للأمانة العامة كأمين عام لحزب الحركة الشعبية مستقبلا. أولا أعرفكم بشخصي المتواضع إدريس الزويني. بالنسبة للمسار الجامعي عندي إجازتين، إجازة في علم الاجتماع وأيضا إجازة في القانون الخاص، كذلك ماستر في القانون والممارسة القضائية، كذلك عندي سنة ثانية في سلك الدكتوراه يعني تخصص القانون والعلوم السياسية. بالنسبة للمسار السياسي، أنا بديت في الحركة الشعبية بداية الألفينات. كنت في 2008 من مؤسسي ديال الشبيبة الحركية، 2008 كنت مقرر بالمكتب التنفيذي، أيضا في 2013 منسقا إقليميا لإقليم سيدي سليمان، كذلك كنت نائب رئيس الجهة لجهة الرباط صلاة القنيطرة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات، أيضا كنت نائب الأول الجماعة الترابية جماعة سيدي يحيى الغرب، وكذلك كنت نائب في مجموعة الجماعات بإقليم سيدي سليمان، بعدها عضو بالمكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، والآن رئيس الجماعة الترابية لمدينة سيدي يحيى الغرب. أنا اليوم حزب الحركة الشعبية اللي هو الحزب ديالنا يعقد المؤتمر ديالو يعني في سياق وطني ودولي يفرض مقاربة مختلفة. هذه المقاربة المختلفة والخاصة، خاصة أن الحزب ديالنا اليوم راه في المعارضة. جلالة الملك نصره الله في خطبه الأخيرة يؤكد على ضرورة فرض نخب جديدة قادرة على رفع تحديات المغرب الجديدة. اللي بغيت نوضح هو أنه يمكن الحزب في المعارضة أنه يقدم نموذج في الديمقراطية الداخلية من خلال تمكين الشباب دياله من المساهمة في تحقيق التراكم السياسي القادر على الدفع بتجديد النخب. اليوم المناضل الحركي يتطلع إلى قيادة متجددة تعطي الدليل على استيعاب مكونات الحزب لتوجهات جلالة الملك نصره الله. في هذا السياق تقديم أحد أعضاء المكتب السياسي يذهب عكس هذا التوجه، استبعاد ملكي من المسؤولية الحكومية، وأيضا الكل يعلم بمجموعة من الأمور لا داعي لذكرها وأحترم قوانين المنافسة. أيضا هذا الإصرار على المعاندة ديال القيم الأصيلة ديال الحزب ديالنا اللي هو حزب الحركة الشعبية تضحت كذلك من قبل القائمين على تحضير المؤتمر. وكيف ما كيعرف الجميع هو أنه منذ أن قدمت ترشيح ديالي داخل الأجال القانونية كان هناك خطأ مادي تداركته داخل الأجال. صبيحة اليوم الموالي فجيت للأمانة العامة ما بغاوش يشدوا عندي لدوسي، اضطريت أنني نمشي نجيب مفوضة قضائية وخديت الترشيح ديالي عن طريق مفوضة القضائية. هذا الترشيح وهذا مفوضة القضائية. هذا رفض ديال هاد طلب الترشيح كان من أجل المضايقة ديالي باش يكون فقط مرشح وحيد. الحركة الشعبية ما ولداتش واحد فقط، الحركة الشعبية حزب عريق عنده 60 عام، كان على الأقل يكونوا 5 أو 6 ديال المترشحين. اليوم كنشوفوا فقط مرشحين.
يعني بالإضافة أنني كنت طلبت واحد المجموعة ديال الوثائق عن طريق المفوض القضائي كذلك، هذه الوثائق كاملة اللي طلبت ما توصلت ولو بوثيقة واحدة إلى حدود اليوم، إلى حدود الساعة. طلبت اللوائح الإقليمية للمؤتمرين والمؤتمرات بما فيها اللائحة المقترحة من طرف سيد الأمين العام، تتضمن الاسم، رقم البطاقة الوطنية، رقم الهاتف والإقليم والعنوان. لم أتوصل بها. توفير اللوجيستيك الضروري للقيام بالحملة الانتخابية للموارد البشرية داخل الإدارة ضمانا لتكافؤ الفرص، ما توصلش. أيضا لم توفر لي القاعة يوم الأربعاء لعقد ندوة صحفية داخل المقر، وأيضا لم أتوصل لحدود ساعة بعنوان يعني توزيع مقرات الإقامة للمؤتمرين. وأيضا كيفاش اليوم حزب الحركة الشعبية ولا عضو مكتب سياسي بها صادقنا على المقرر التنظيمي وطالبت بالمقرر التنظيمي المصادق عليه من طرف اللجنة التحضيرية ولم أتوصل به كذلك. هذا كله مدون. إذا كان الحرص على توفير الضمانات القانونية لإجراء مؤتمر شفاف وديمقراطي كان من بين أهم ديال الانشغالات ديالي، لأن كان بالأحرى أنني ندير مجموعة الأمور أخرى، مشيت فقط للقضاء. كنشكر القضاء من هذا المنبر، رئيس المحكمة الابتدائية، قضاء باسم جلالة الملك أنني يكون عندي أعوان قضائيين داخل المؤتمر باش يسجلوا مفوضين قضائيين باش يسجلوا جميع الخروقات اللي غادي تكون داخل المؤتمر. عدم التمكين بهذا اللوائح وعدم هادشي كامل، هادشي كله عنده مسائل قانونية وسأسلك المسائل القانونية الجادة. المؤتمر هو فرصة لتفعيل الهياكل الحزبية ومنحها الروح اللي غتمكنها من ضمان إعادة ديال تجذور الحزب في المجتمع المغربي. تقوية الروح الاقتراعية والابتكار في الأفكار والمشاريع القادرة على مساعدة المواطنات والمواطنين على تجاوز الآثار السياسية، آثار سياسية سياسات الحكومية، وتقديم حزب الحركة الشعبية كحزب قادر على تقديم البدائل والحلول وليس فقط التنابز مع الحكومة ورئيس الحكومة في جلسات الأسئلة واصطناع البطولة الوهمية. إخوان، ترشح ديالي وبناء على بطلب من واحد العدد ديال المناضلين والمناضلات، أنا اليوم اللي غادي نقول هو أنا لا أطلب شيئا، كنطلب غير تنافس شريف وصناديق الاقتراع. أنا ذاك مرحبا، أي واحد نجح مرحبا، لكن باش يتم التضييق عليا وما ناخذش اللوائح وما يكونش تنافس الشريف، اللي غادي نقول لكم انهم باغين يديروا تسونامي ديال التزوير داخل المؤتمر، وحنا غادي نطلب من السادة الاعلاميين انهم يحضروا بكثافه المؤتمر ان يكونوا دي لايف هكذا، وغادي تشوفوا انذاك فعلا قواعد ديال الصندوق شنو غادي تعمل. هاد الناس كتخاف من الصندوق. بالنسبة للخطوط العريضة لبرنامج العمل، حالة انتخابي أمينا عاما لحزب الحركة الشعبية، أولا الاعتماد على المقاربة التشاركية في تدبير شؤون الحزب على مستوى جميع الهياكل. ثانيا تفعيل مضامين مشروع النظام الأساسي بعد المصادقة عليه من طرف المؤتمر، خاصة فيما يتعلق بهيكلة الحزب على الصعيد المحلي والإقليمي والجهوي. ثالثا هو العمل على فتح حوار داخلي
مع الفعاليات الحركية والمناضلين الذين غادروا الحزب في ظروف يعرفها الجميع. أي إطار حزبي يتم التضييق عليه وتهجيره. راه الحركة الشعبية دائما كانت في الحكومة، فين هما الوزراء ديالنا السابقين؟ فين هما الكوادر اللي كاينه؟ رابعا، منح مكانة لائقة للأطر والانفتاح على جميع الكفاءات الحركية لتثمين مؤهلاتها والانخراط في إشعاع الحزب وتأطير مناضليه. خامسا، التنسيق مع مختلف المنظمات الموازية للحزب وروابطه المهنية محليا إقليميا وجهويا. سادسا، عقد اجتماعات دورية مع المنتخبين للإنصات لهموم ومشاكل المواطنين. سابعا، الاستعداد المبكر للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وفتح المجال للاستقطاب وتوفير مناخ سليم للاشتغال داخل الحركة الشعبية، عوض الاعتماد على الدقائق الأخيرة لمنح التزكيات وفق مقاربة تعتمد على الاستحقاق والشفافية والنزاهة. ثامنا، إعادة النظر في الهيكل الإدارية للحزب تستقيم مع الأجهزة الحزبية المختصة حتى تستجيب لتطلعات الحركيين والحركيات. تاسعا، هو العمل على فتح المكاتب الإقليمية باعتبارها صلة وصل مع المركز وإشعاع الحزب إقليميا لتطلعات الحركيين والحركيات. تاسعا، هو العمل على فتح المكاتب الإقليمية باعتبار عاشرا، هو جعل الإعلام الحزبي واجهة رئيسية للتواصل مع مختلف الأقاليم والجهات واعتماد التكنولوجيا الحديثة في هذا الشأن. هذا فقط خطوط عريضة لبرنامج العمل، لا يسعني أنني نزيد نتكلم فيهم كثير. الآن كنشكر جميع الإخوان الحاضرين معنا. الإخوان اللي عنده شي سؤال يتفضل. طيب، اولا كنشكر جميع المناظر الاعلاميه اللي وضعت الاسئله ديالها. بالنسبه للسؤال الاول، لا يستحي ان يكون امينا عاما عضوا بالمكتب السياسي ومتابع في قضايا الحزب؟ الاخ اللي غادي نجاوبك به هو انه على البلاغ الملكي كان واضحا جدا في 2015، يتحمل المسؤولية السياسية والمسؤولية الإدارية اللي قد ترتب عليها مجموعة من الأمور القانونية. أنا اليوم اللي خلاني نترشح فعلا هو ترشح ديال يعني مناضل حركي واحد. الحركة كما قلت قبيلة طبعا ما نجباتش غير واحد، الحمد لله كاين كوادر ولكن يتم التضييق عليهم. فين هو السي حصان؟ فين هو السي أمزازي؟ فين هو السي مبديع؟ في واحد المجموعة ديال كانوا أنهم يترشحوا اليوم. أنا لو ترشح السي حصان نقول لك أنا كنت نتنازل، لأنه فعلا الكاريزما يستحق ويقدر يزيد بالحزب القدام، وعنده أن كارني دادريس اللي هو كبير بزاف. هذا كنا ما نضيقوش عليه ونخليه يمشي بحاله، كان بالأحرى أنه يكون هو اللي يكون أمينا عاما وغادي يزيد بالحزب القدام، وحنا معه فورا انتخاب امين العام سيكون بجانب سي حصان ان شاء الله. بالنسبه لمجله الاصوات، كنشكر الاخت على انه شنو هو الخطا في الترشيح. الخطا هو انني كنت طلب ترشيح للامانه العامه، في حين كان خصني ندير طلب ترشيح لمنصب الامين العام. هذاك هو الخطا اللي داركته لغدا، وتم التضييق انني باش ما نحطش. كنتواصل معاهم ما بغاوش، تواصلت مع رئيس ديال اللجنه التحضيريه مشكور يعني احترمه سي سنتيسي، لقيتو في البرلمان الى حدود العاشره وما كيجاوبونيش. اضطريت انني نمشي للمحكمه ونجيب مفوضه قضائيه وحطيت عن طريق المفوض القضائي، وكان داخل الاجال القانونيه
وتم اعتماده من طرف اللجنة التحضيرية يعني في الندوة الصحفية الأخيرة كعضو مكتب سياسي مؤتمر بصفة، عضو مجلس وطني مؤتمر بصفة، يعني ما كاين حتى شي إشكال. فقط كاين مرشحين راكي ما قلت لكم، هو أنه يتم التضييق على الكوادر وعلى الأطر الحركية، ما قدرش نزيد أكثر من هادشي. بالنسبة للموقع معكم لأسباب من إحرامك ترشح إخواني، راه لا يعقل أنه مؤتمر لحزب عريق أنه ما يكونش متوفر على هاد المجموعة ديال الوثائق اللي كنهضروا عليها، راه ما يمكنش. ما عندكش اللوائح الإقليمية، ما عندكش اللوجيستيك، ما عندكش مجموعة الأمور. علاش وزارة الداخلية ما عطاتناش الدعم السنوي؟ علاش؟ هو أن من يتحمل المسؤولية؟ الحزب لم يرشح من الجالية المغربية مقيمة بالخارج، وهذا هو سبب. من يتحمل المسؤولية؟ احنا جينا نقولوا اليوم خصنا ناس كيفهموا في كل شيء، بغينا الحزب يزيد لقدام، هذا حزب عريق، وبغينا نتعاونوا مع المؤسسات. رابعا، اش كاين؟ هل فقد يعني الحزب الهيبه ديالو؟ الحزب لم يفقد الهيبه ديالو، الحزب كاين. حنا اللي كنقول ان انا اللي جلاله الملك كان واضحا في مجموعه من الخطب، اليوم المغرب كاين في واحد السياق وطني ودولي ماشي عادي، وبالتالي خصنا نتعاون، ما خصناش نديروا الفولكلور داخل البرلمان. اللي بغى يدير الشعر داخل البرلمان يمشي يديروه على برا. ما يمكنش واحد وافد جديد جا كيقتل في الحزب وكل شيء كيتفرج فيه. حنا راه ما جيناش نديروا الشعر، حنا بغينا نتعاونوا مع المؤسسات، بغينا نتعاونوا تكون يعني تكون معارضه جاده. بالنسبه المغرب تي في الامين العام، الشباب ما كيتيقش في الاحزاب السياسيه، الشباب ماشي ما كيتيقش في الاحزاب السياسيه. قول لي ما فاتحش المقرات الاقليمي ديال، قول لي شحال عندكم المقر الاقليمي ديال الحركه الشعبيه في المغرب كامل؟ راه ما يمكنش ما فاتحش مكاتب اقليميه، وما يمكنش ما فاتحش مكاتب محليه، وما يمكنش ما فاتح مكاتب جهويه. القانون الاساسي ديال الحركه الشعبيه راه من ارقى القوانين على مستوى الاحزاب في المغرب، راه ما كتستثمرش منه حتى 15%. الا شفنا هذا القانون ما كتستثمرش منه حتى 15%. كيفاش انا ما كنقدرش المواطنين وما كنهبطش عندهم الارض، كنبغيهم فقط فوقاش في هذه المرحله انني نمشي نأتت بهم المشهد السياسي؟ راه ما يمكنش كنقولوا غيكون امين عام وغيكون 24 اعضاء المكتب السياسي وغيكونوا اربعه في الهيئه ديال 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 الامانه العامه. اذا هاد 30 واش غضحك على 1800 ديال الناس جايبين لهم ناتوا بهم؟ حنا ما جايبينش ناتوا الناس، حنا بغينا مناضلين شرفاء، ما بغيناش ناس تمشيو تعطيهم البطائق اليوم من وزينات وتجيبوهم باش يصوتوا. وهذا الشيء سيتم غدا، غادي تشوفوا حقائق اخرى. غنكون حاضر في المؤتمر؟ غنكون حاضر في المؤتمر بيان سور، لانني مرشح وعضو مكتب سياسي للحزب، علاش ما نكونش حاضر؟ غادي نكون حاضر، واتمنى انه نمشيو لصناديق الاقتراع والصناديق تكون شفافه، وسيتفاجأ المغاربه بالبلاغات اللي كاينه. راه عندنا تمثيليه داخل 49 اقليم في الحركه الشعبيه، واش 11 بلاغ ولا 13 بلاغ اللي يتم السينياتور عليهم مع هكاك زعما هما اللي غاديين ينجحوا؟ ندخلوا للصندوق وانا داك غتعرفوا الحقائق. هادشي اللي بغيناه، بغينا صناديق اقتراع تكون شفافه وتكون مصداقيه، واللي فاز نحييه. انا سلكت المسار القانونيه لانه كاين تضييق. بالنسبه للمغرب تي في، هل الامين العام مساني؟ الاخوان كما كيعرف الجميع، انا كنحترم السيد الامين العام اللي هو 36 سنه هو امين، اليوم تنحى، واليوم هو غادي يكون رئيس الحزب ولكن بدون صلاحيات، يعني صلاحيات الامين العام بقاو كاملين في القانون الاساسي وفي النظام الاساسي ديال الحركه الشعبيه، بقى هو الان بدون صلاحيات.
غاو يديروا واحد اللجنه ديال الحكماء يكونوا فيها واحد اربعه الحكماء هذوك فقط لابعاد الكوادر الحقيقيه والمناضلين الحقيقيين من المكتب السياسي لانه هو الهيئه التقريريه وليس هيئه الحكماء ولا هيئه الامانه العامه ولا مناصب اخرى ولا لجنه الحكماء ليس ما لا يقررون من يقرر المكتب السياسي الى جانب الامين هذا فقط ترانزاكسيون باش يتم التوريد داخل حزب حركه الشعبيه وحنا ضد التوريد داخل حزب حركه الشعبيه حنا مع صناديق الاقتراع مع المنافسه الشريفه مع الجميع انه يكون عنده السيد امين العام انه خصو يكون عنده مسافه لانه اليوم كامين العام مسافه من المرشحين بجوج لان بجوج اعضاء المكتب السياسي بجوج خصو يكون عنده مسافه منه شكرا شكرا الاخ دريزويني سنفتح لائحه اخرى لباقي الزملاء والزميلات لطرح اسئلتهم التي يرونها مناسبه في هذه الندوه ماشي واضح كاين واحد الاضافه هو انه كندعو جميع المناضلات والمناضلين الحركيين والحركيات كندعو جميع البرلمانيين اللي مساندني كنشكرهم كثير جميع الاخوان في الاعضاء المكتب السياسي سواء الحاضرين سواء الغائبين حتى هما كنشكرهم جزيل الشكر كنشكر الاخوان ديال اعضاء المجلس الوطني بالمناسبه راه ما بغاوش يديروا اعضاء المجلس الوطني داخل المؤتمر وكيتعارض مع النظام الاساسي ديال الحزب اعضاء المجلس الوطني خاص البلوره ديالهم داخل المؤتمر من الاقاليم ويتم التصويت عليهم داخل المؤتمر اللي باغي ينتقم من الحركيين والحركيات اللي ما صوتوش عليه ما ينتقمش منهم بهذا الشكل هذا يجب التصويت على اعضاء المجلس الوطني داخل المؤتمر وايضا اعضاء المكتب السياسي راه كان عندنا في النظام الاساسي ديال الحزب عندنا فيه 15% فقط اللي قادر يجيب 15% من اعضاء المكتب السياسي اللائحه اللي قادره تجيب 15% مرحبا بها تكون عندها تمثيليه داخل المكتب السياسي مالوروزمون اليوم بغاو يديروا لائحه مغلقه ب 51% باش يجيبوا الناس اللي باغيين هما ويجريو على سميتو هاد الناس باغيين يديروا حزب صغير حنا ما بغيناش حزب صغير بغينا حزب كيدافع على جميع المغاربه وكيلقاو فيه جميع المغاربه الذات ديالهم وبغينا حزب اللي كيرقى واللي كيدير المعارضه اليوم من انه كمعارضه يدير المعارضه ديالو ولكن من داخل المؤسسات وبشكل اللي يكون يليق بالمسؤوليه الحزبيه ماشي الفولكلور ولا التهريج ويا في البطاقات وغدا غادي نقولها لكم واعوان قضائيين غيكونوا مفوضين قضائيين غيكونوا داخل الجلسه وغادي يعطيكم الحقائق بالدقيقه بالاخرى كذلك المنابر الاعلاميه اللي غتكون دايره دي لايف غتعطي الحقيقه ديال المؤتمر انا بغيت حقيقه ديال المؤتمر الحمد لله معانا ثلثين ديال اعضاء المكتب السياسي ثلثين ديال البرلمانيين راه ما داخلينش المكتب السياسي راه دخلوا من البرلمانيين كاملين الله 8 حنا عندنا 42 في الغرفه الاولى والغرفه الثانيه كلهم غاضبين اعضاء المجلس الوطني كيديروا اللي بغاو بغينا حزب قوي ما بغيناش حزب صغير مستقبلا ما كرهناش حنا يكون عندنا 50 و 60 برلماني لماذا جيبوا الكوادر اللي تشتغل وانا ذاك غتشوفوا حزب قوي كسائر الاحزاب الجاده اليوم اللي في الحكومه الاخ ديال مارك ميديا كنشكرك على هذا السؤال فعلا الترشح ديالي هو في حد ذاته يحارب التوريد قلتي ان الامين العام هو غادي يكون رئيس الحزب الامين العام الحالي الان انه ما قبلش انه يترشح اعطيناه الصفه ديال رئيس الحزب ولكن بدون صلاحيه بالنسبه للاخت ديال النسبه ديال النجاح انا غادي نقول لك لو كانت شفافه غادي تشوفوا ثلثين في صناديق الاقتراع وغادي تكون ثلثين وخا بعدم شفافيه غتكون ثلثين ديال الاصوات لصالح ان شاء الله يعني انا التواصل ديالي مع مجموعه القياديين ومع مجموعه الناس لا اللي بغى يبان ولا اللي ما بغاش يبان
هذه هي ان شاء الله سر ديال النجاح ان شاء الله مستقبلا. التطبيع مع الفساد، حنا كلنا كنامنوا واحد المبدا اللي هو دستوري، يعني ديال ربط المسؤوليه بالمحاسبه. راه لا يعقل، كان بالاحرى ان حزب حركه الشعب يكون عنده واحد 6 المرشحين، ما اخاف منه هو ان فعلا المؤسسات يولي المغاربه كلهم يقول انها كتطبع مع الفساد. حنا الى جانب المؤسسات، الى جانب ربط المسؤوليه بالمحاسبه، حنا ضد التطبيع مع الفساد، وضد ان شي واحد يتخبى من مور برقيه صاحب الجلاله. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.